الاحتلال التركي يخصف بلدة تل رفعت ومحيط ناحية شرى بريف عفرين المحتلة ويصرخ سد ميدانكي. المزيد من التفاصيل نشاهدها في التقرير ومن ثم نعود للتعليق عليها. بعد أن هجرتهم آلة الحرب التركية من منطقتهم بعفرين، يسعى الاحتلال التركي مرة أخرى إلى تهجيرهم من مخيمات اللجوء التي آووا إليها في ريف حلب الشمالي عبر قصفها بشكل يومي. مراسل قناة اليوم أفاد أن الاحتلال وفصائله الإرهابية قصفوا بالمدفعية الثقيلة والهاون قرى سرمزاخ وتلجنان وسد شهباء الآهلة بالمدنيين بمحيط بلدة ترفعت في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية في منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى حركة نزوح للأهالي من تلك القرى. قرى العلقمية ومرعناز وشوارغة التابعة لناحية شرة بريف عفرين لم تسلم أيضا من قذائف الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، حيث سقطت عشرات قذائف الهاون في محيطها تزامنا مع تحليق لطيران الاحتلال المسير في سماء المنطقة. في غضون ذلك وفي إطار تغيير معالم عفرين من كافة النواحي، استولى الاحتلال التركي على مياه سد ميدانكي شمالي مدينة عفرين عبر مد أقنية لسد ريحانية بولاية هاتاي داخل تركيا في سرقة واضحة لمياهها. وبحسب مصادر محلية من المدينة، فقد أغلق الاحتلال التركي الأسبوع الماضي بوابات التصريف في سد ميدانكي بعد الانتهاء من عملية سرقة المياه وتعبئة سد الريحانية عبر ضخ 22 مليون متر مكعب من المياه بذريعة صيانة البوابات. كما ويغذي الاحتلال التركي مدينة إعزاز بمياه الشرب من سد ميدانكي، فيما تستوفى كامل الفواتير من أهالي عفرين المحتلة دون الالتزام بمواعيد تغذية المياه للمدينة. من الشمال السوري معنا الصحفي محمد محمود. زميل محمد، مرحبا. إذن الانتهاكات التركية كثيرة وكبيرة في عفرين ومحيطها، لو بدأنا من مسألة القصف الذي استهدف مؤخرا تل رفعت، من تل رفعت ماذا رصدتم في هذا السياق؟ نعم، في الحقيقة هذا الملف لقد عرض أكثر من مرة ولقد تم توثيقه أكثر من مرة. فالاحتلال التركي منذ اليوم الأول لاجتياح مدينة عفرين واحتلالها وتهجير سكانها إلى مقاطعة الشهباء، يقوم أيضا باستهداف هؤلاء المهاجرين في المقاطعة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين الأصليين أيضا في هذه المقاطعة، حيث توجد هناك في المقاطعة أكثر من 5 مخيمات للاجئين، وهذه المخيمات تتعرض بشكل شبه يومي إلى الانتهاك من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له، بالإضافة إلى قرى وبلدات الشهباء وأيضا إلى قرى وبلدات التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. فعلى سبيل المثال بلدة رفعت، الكل يعرف هذه البلدة التي ارتكب فيها الاحتلال التركي أكثر من مجزرة، وكانت أوضحها وأشرقها أمام العالم المجزرة التي حصلت وتم على إثرها فقدان 9 أطفال لحياتهم ورجلان كبيران بالعمر. يعني هذا دليل واضح وصريح على أن الاحتلال التركي في هذه الفترة الأخيرة يسعى وبشكل كبير مع المرتزقة التابعين له لإخراج هؤلاء المدنيين من مقاطعة الشهباء وأيضا للهجوم على هذه المقاطعة. من ناحية أخرى زميلي، إذا نظرنا إلى مدينة ناحية شيراوة التابعة لمقاطعة عفرين، وهي أيضا بدورها تتعرض شبه يومي أيضا للقصف من قبل الاحتلال التركي. يعني اليوم الاحتلال التركي في كافة الجبهات المحاذية لمقاطعة الشهباء وأيضا لمقاطعة عفرين المحتلة من جانب الشيراوة تقوم بالقصف المتكرر واليومي على المدنيين في تلك القرى المحاذية لهم، وأيضا يتعدى هذا الأمر إلى المخيمات الموجودة داخل المقاطعة. الكل يعرف أن وضع هؤلاء المهجرين داخل المقاطعة هو وضع مأساوي جدا بسبب الظروف التي يعانونها، وخصوصا في الوقت الحالي في فصل الصيف. وأيضا نرى هذا القصف اليومي عليهم، وهذا ما يزيد المعاناة وما يجعل الأبواب ضيقة أمامهم، بالإضافة إلى أن السكان الأصليين أيضا باتوا يعانون الأمرين بسبب خروجهم من ديارهم قسرا نتيجة هذا القصف العنيف والمتوحش للاحتلال التركي
عليهم. في الواقع صحيح أي كلام الذي تطرقتم إليه في تقريركم، الأضرار المادية هي أضرار كبيرة وجسيمة حدثت في الممتلكات، وأيضا ظهر في مقطع مصور سابق كمية الضرر الذي حصل بالمنازل وأيضا المواشي، وحتى في السابق محرق محاصيل المزارعين في المقاطعة نتيجة القصف على الأراضي. وهذا أيضا هو عنوان واضح وصريح للاحتلال التركي. يعني اليوم ثمن الكثير من الانتهاكات، صمت دولي شاحب. هذا الأمر لم يكتفي به الاحتلال التركي، بل تعدى الأمر حتى إلى داخل مدينة عفرين. فالمياه المصدر. طيب قبل موضوع المياه أستاذ محمد سنتطرق عليه بالتأكيد، فيما يخص القصف التركي اليوم، إذا الهدف بتقديرك استمرار القصف في شيراوة أو في تل رفعت ومحيطها هو دفع ما المهاجرين من عفرين المقيمين في هذه المناطق للهجرة، هل هذا ما أردت أن تقوله فقط؟ بالطبع، يعني الهدف الأول والأخير ليس فقط إبعاد المدنيين أو العفرينيين عن مقاطعتهم أو عن مسقط رأسهم، بل الهدف هو طمس حضارة بأكملها. فاليوم يعني الحضارة الموجودة في مدينة عفرين هي حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، والكل على علم بهذا. فالدولة التركية، المحتل التركي بالإضافة إلى المرتزقة التابعين له، يقومون بطمس هذه الحضارة. صحيح قد يرى البعض أن هذا الأمر هو فقط تهجير وإبعاد، لكن البعد الحقيقي لهذا الأمر هو تغيير ديموغرافي، هو طمس حقيقة شعب، هو طمس راية معلنة للحرية. فاليوم في مدينة عفرين كان يعيش الكثير من الطوائف، سواء من المسيحيين وأيضا المسلمين وحتى اليزيديين، وكل الطوائف والأديان كانت موجودة في مدينة عفرين. ونتيجة هذا التهجير هجروا أيضا هم مع العفرينيين إلى مقاطعة الشهباء، لأنهم هم أيضا كانوا يتسمون بسيم العفريني. وهذا أيضا هو خطر شديد على ليس فقط منطقة عفرين، بل على المكونات الموجودة في المنطقة. يعني هذه هي طمس حضارة زميلي الكريم، وليست فقط مسألة تهجير قسري أو إبعاد. طيب إلى أي مدى اليوم، إلى أي مدى وفقا لما تشاهد وترصد أستاذ محمد، يعني تشبث مئات الألاف من المهجرين في عفرين في الشهباء على أمل العودة هو ما يثير حفيظة الاحتلال ويدفع منه إلى مزيد من التصعيد الذي توثقه العديد من المنظمات الموجودة في تلك المنطقة والتقارير الذي تتحدث عنه يتم توثيق قصف بشكل شبه يومي؟ طبعا التشبث بالأرض هو من شيم الشعب العفريني، وهذا كما قلت أنت ما يزيد ويجعل الاحتلال التركي يثور عليهم. فإذا نظرنا إلى تاريخهم العثماني نرى أن كل ثائر في وجه هذا الطغيان قد تعرض للمحو، وقد تعرض للاعتداء، وقد تعرض شعبه للاغتصاب. واليوم هذا التاريخ يكرر نفسه. يعني اليوم تشبث العفرينيين في مقاطعة الشهباء في تلك المخيمات وثباتهم على أمل العودة إلى عفرين، هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاحتلال التركي يعمل بكل طاقته على قصفهم وطمس هويتهم وإبعادهم عن هذه المقاطعة. لكن أقولها بصراحة، مهما حاول الاحتلال ومهما حاولت أجندة الاحتلال ومهما بذلت من قوتهم، فإنهم لن يستطيعون كثر أو سني إرادة العفرينيين. من خلال النظر إلى وضع العفرينيين داخل هذه المخيمات تبين حقيقة لي أنا كرأي شخصي أن هؤلاء العفرينيين يستحيل عليهم أن يدعوا الاحتلال يهنأ بمدينتهم، بل سوف يظلون صامدين في وجه هذا الاحتلال مهما طالت فيهم الظروف، وإنهم على يقين بأنهم سيعودون إلى وطنهم يوما ما ويطردون الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له من أرضهم الطاهرة. طيب بالانتقال إلى موضوع المياه، الحديث الآن عن أن سد ميدانكي يتم سرقته من قبل الاحتلال التركي، دعني أسألك في البداية عن أهمية هذا السد. في الواقع زميلي، هذا السد منذ البداية وإلى الآن له أهمية كبيرة. فهذا السد فيه كمية هائلة من المياه كانت تغذي مدينة عفرين وكل من يحيط بها، فحتى مدينة عزاز كان هناك خط يمتد من مدينة ميدانكي إلى عزاز لكي يغطي مدينة عزاز أيضا في هذه المياه.
امتداد هذه المياه إلى أماكن لا يمكن تصورها بالقول، وحتى كانت الفائدة الأكبر منه هي الأراضي الزراعية. فعفرين مدينة تعرف بخصبة أراضيها وإنتاجها للزيتون والفاكهة والخضار، وهذا الأمر كله كان يتم الاعتماد على سد ميدانكا عبر الأقنية التي كانت موجودة والتي كان يتم عن طريقها ضخ المياه وتوزيعها على كافة بلدات عفرين وغيرها من البلدات لكي يقوم المزارعين بسقاية محاصيلهم وأراضيهم، وأيضا دورها الهام كما أسلفت القول في تغذية المنازل سواء في قطاعة عفرين المحتلة سواء في البلدات والقرى التابعة لها وحتى في مدينة عزاز. يعني كان لها دور جدي وفعال على المنطقة وما يحيط بالمنطقة. والأمر الذي تعمد إليه تركيا حقيقة موضوع سرقة المياه، نعم. تركيا تريد أن تجرد المنطقة من طبيعتها، من خصوبتها، من جماليتها. كيف تستطيع فعل هذا؟ عن طريق سرقة المياه وضخها إلى مدينة الريحانية وإبعادها عن موطنها الأصلي. في الحقيقة قبل احتلال عفرين حاولت تركيا بكل الوسائل قطع المياه عن هذا السد أو قصفها، وكما تتذكرون عند بداية الاحتلال حاولت تركيا عبر 11 قذيفة أن تجعل هذا السد ينهار لكي لا يبقى منه المياه ولا يبقى شيء يروي به العفرينيين عطشهم. مهما كانت تحاول كانت محاولاتها تبي بالفشل، لكن مع الأسف الشديد بعد الاحتلال استطاعت تركيا أن تخرج هذه المياه الذي تشكل الشريان الأساسي للمقاطعة المحتلة وللأراضي ولكل شيء حي في المقاطعة. طيب في موضوع آخر أستاذ محمد، اليوم هل ما زال الحصار الحكومي مفروض على الشهباء؟ بالطبع، يعني هذا الأمر كما أتلفنا القول في الحلقة السابقة، هناك حصار خانق مفروض على المقاطعة، وهذا الحصار تحدثنا فيه وكانت لدينا مناشدات للحكومة السورية بتصفية الأمور وجعل هذه الطرق مؤدية وسالكة إلى المقاطعة، لكن إلى الآن ليس هنالك أي دلائل على أن هذه الطرق سالكة. طبعا هنا نستطيع مرة أخرى أن نقول على الحكومة السورية ومن واجبها أيضا أن تفتح هذه المعابر والأبواب تجاه العفرينيين المهجرين، لأنهم سوريين بالدرجة الأولى، لأن كل شخص عفريني موجود في مقاطعة الشهباء هو كردي سوري، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الشيء، لا الحكومة السورية ولا غيرها. لذلك من واجبها أن تقوم بفتح هذه المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، لإدخال المياه، لأنه مثلما تعلمون كمية المياه في المقاطعة أصبحت قليلة وأصبحت هناك بعض الآبار تجف، وهذا أيضا يشكل خطر. هذا الموضوع المائي طبعا موضوع حديث من بعد سرقة سد مياه ميدانكي. طبعا زميل، هذا الموضوع حديث، فهناك بعض الآبار تم وصول أخبار لنا بأنها قد جفت، وهذا الأمر يدعو للخطورة كون المنطقة بحاجة إلى مياه بسبب كثرة أعداد النسمات هناك. فالمهجرين العبرينيين هم الآن في الشهباء وأهالي الشهباء الأصليين هم الآن في المقاطعة، هناك تزايد في أعداد السكان في المنطقة وهناك نقص كبير في كميات المياه، لذا فتح المعابر المؤدية إلى مقاطعة الشهباء يرفع نوعا ما من هذا من هذه المعاناة عن طريق إدخال المياه بالصهاريج الكبيرة التابعة للمنظمات الدولية، وأيضا المعونات الإنسانية التي من واجبها أن تدخل إلى المقاطعة. هذا كله لا تستطيع تلك المنظمات الدخول، أولا بسبب تخاذلها، ثانيا بسبب الحصار المفروض على المقاطعة. لذا أكرر ندائي إلى الحكومة السورية وأقول لهم أنهم عليهم التحرك الفوري تجاه هذا الأمر وأخذ الأمر بشكل جدي أكبر ودراسته
كي تقوم الحكومة بواجبها وتفتح المعابر في وجه أهالي عفرين المهجرين لإدخال المساعدات الإنسانية، لإدخال الأدوية، لإخراج من هم بحاجة إلى العلاج خارج المقاطعة. هذه كلها أمور تحتاج إلى حل سريع جدا جدا جدا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من الشمال السوري، الصحفي محمد محمود. بعد الفاصل نفتح الملف الأخير من حديث اليوم.